هنشوف النهاردة مستوى حلو قوي. وادي 21 يورجنسن لبراين لاودروب النشيط ويعلقها حلوة والجوة الجول. نيلسن رقم 7 بياخد كرة عرضية. نيلسن نجم نادي توتنهام الإنجليزي بياخد كرة عرضية من يورجنسن ويحط فيها بطن رجله وتخش في الزاوية الضيقة، وفونك الحقيقة ما يقدرش يعمل لها حاجة. فريق جنوب أفريقيا يواصل الأخطاء الدفاعية. حتى الآن المدرب فشل في إعداد فريق قوي من حيث الدفاع. طبعا زي ما احنا شايفين يا كابتن، هو فعلا الراجل اتعملت من ناحية اليمين من رقم 11 براين لاودروب لنيلسن، يعني بيقول له فعلا تعالى هات جون بمنتهى السهولة، وفعلا الراجل ما كدبش خبر وحط فيها جنب رجله وأحرز الهدف الأول للدنمارك. واعتقد ان احنا هنشوف برضو مباراة كل ما بتعدي فيها دقايق هنشوفها جميلة جدا، ونتمنى انها تنتهي بنتيجة طيبة للفريق. وادي السنترة